السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا فعل وليد صادي والاتحادية الجزائرية لكرة القدم بعد مباراة بوركينا فاسو. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. أفاد تقارير إعلامية مساء اليوم السبت أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بقيادة وليد صادية تقدمت باحتجاج رسمي لدى الكاف على التحكيم في مباراة بوركينا فاسو. وانتهت المباراة التي جرت بين المنتخب الجزائري وبوركينا فاسو على ملعب السلام ببواكيا زوال اليوم من الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا في الكوت ديفوار بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما. وحرم الحكم الجنوب الإفريقي توم أبونجيلا بونجاح في الدقيقة 12 وعمورة في الدقيقة 57 وونس في الدقيقة 87 من 3 ضربات جزاء شرعية، إطر مسكين القميص في الحالة الأولى، لمس الكرة في الحالة الثانية، وعرقلة آدم ونس في الحالة الثالثة. والمثير للجدل أن أبونجيلا تحاشى الاستنجاد بالفار في الحالة الثالثة، إضافة إلى لمسة اليد داخل منطقة الجزائر لم يعلن عنها الحكم ضد مدافع بوركينا فاسو. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بآراءكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.